دشن وزير الاتصال حميد جرين هذا الأربعاء صالون الاتصال فنون ومهن بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة بحضور مدير الإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل ومدير التلفزيون الجزائري توفيق خلادي وشخصيات وطنية عديدة. وبعد زيارته لمختلف أجنحة الصالون التي تشهد هذه السنة مشاركة أزيد من 80 مؤسسة إعلامية عمومية وخاصة، شدد وزير الاتصال على ضرورة احترام معايير الاحترافية في الصحافة بشتى أنواعها المكتوبة أو السمعية البصرية، داعيا الصحفيين إلى إتقان عملهم والشعور دائما بالمسؤولية. للإشارة، فعاليات الصالون مفتوحة للجمهور ابتداء من 14 مايو إلى غاية 18 من ذات الشهر.